طاحوا لي الدموع من عيني ملي سمعته كيفاش كيفسر بواحد البساطة أنه مثلا كل شيء عنده منطقي. هذاك أمل الحلاوي كتقول بأنه تكرفص عليها لأن دبر ليها في واحد الكريدي كتخلص 1400 درهم في الشهر ديال 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 الليترا ديال ليفي بانكير ديال الكامبيالا لأن خدات قرض باغي تشري دار. توفيق باشين قال لي راه كانت كتخلص 2000 درهم ديال الكرا وإذا خدات قرض وبدات كتخلص 1400 راهي ربحت في القوة الشرائية ديالها 600 درهم. هذا منطقي، ولكن اللي قالوا لي مهمة هو كيفاش أسمع الحلاوي قدرت تتكلم وتذكر وتعبر عن 6 سنين ديال حياتها في المؤسسة بواحد الدقة بواحد المعرفة بلا ما تكون نسات بلا ما تكون بلا ما تخمم بلا ما تكون تنخدت. ما عاد إذا كانوا قروها في الليل وفي الصباح جات كتريسيتي كدير لنا التيله كيفاش كيقولوا كيدير لنا التلاوه هنايا قروها. الراجل اللي كيقدر يقول لك بدقه شنو دار هذه السنين ما تثقش به معناه ان قروه شنو كان خصك تقول هذا فقط.